نادي ليتشي فرض اسلوب لعب. هو التوقيت دلوقتي يا ولد، التوقيت دلوقتي. هذه العرضيه تاني بعيده، جول 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 جول، بقول لك جول 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 يا ولد. هدف جميل جميل جميل، الله الله. الفرصه الثانيه يسجل المك فيست، يسجل هدفه الاول والهدف الاول لنادي ليتشي. اذا نادي ليتشي يتقدم باول اهداف اللقاء، اول هدف اول هدف اول هدف بالنسبه لالمك فيست، يسجل اول اهدافه. طبعا لاعب لاشقراني اللي حاول في لقطه حلوه قوي، لكن حارس تعال. لكن انا اشوف هنا ليتش كان واضح ان ليتش حتى في التوقيت بقى التوقيت التايمنج يا ولد، وده مش متراقب خالص. ودي خلي بالك دي مشكله موجوده عند نادي كومو. شوف كام لاعب هنا في قلب الدفاع وبدون رقابه، وبدون رقابه، لا في رقابه على ال 18. هنا التايمنج والتقدير، وقفه اللعيبه بتاعت نادي كومو فيها كارثه، فيها كارثه طبعا وفيها خطا. وادي الكوره لكن تخبط طبعا، فيها لك عالي جدا الكوره طبعا، الهدف فيها لقطة عالي جدا زي ما عمل الكرة الحلوة قوي.